اهلا وسهلا بالجميع. اليوم باش نعملو ماكينة هذية اللي تعمل الكعبرة نتاع البسكوي. كلا الكعبرة نتاع البسكوي اللي يبدأ محطوط في الشوكولاتة، مغطس في الشوكولاتة ولا مغطس في الكاكاوية ولا في الفاكهة. بسموه ماكينة صغيرة، وبعد ممكن مش نصنعوها. معناها نبدأ بالمرحلة الأولى. هم متكون الماكينة من زوز اسطوانات، باش ناخدو البلون هذا. باش نعمل الطول بتاع الاسطوانة 45 مليمتر، 450 مليمتر، 45 سنتي. علاش؟ خاطر باش نشري متر ماتيير، متر اسطوانة بمترو، دونك باش نقسمها في اثنين ونحي زوز سنتي ونص، زوز سنتي ونص منها مارج. باش نعمل العرض نتاعها، القطر معناها نصف القطر 50، ولا الشعاع معناها الريون 50 مليمتر. معناها 10 سنتي القطر، متاعها. وتو نحكي لكم علاش من بعد، هذوما تو نعطيكم نفسر لكم علاش. فينيش، شو نعملو الريفولف، باش نختارو لاكس بتاع الدوران اللي هو هذا. باش نبدلو الماتيريال، نحطو كروم. دونك في البداية باش تكون عندنا اسطوانة هكا، بدي باش تكون ألومنيوم يا باش تكون بلاستيك اندستريال، جينيرالمون بولياميد ولا بومسي. نجي من بعد لهنا نجم نعملو فيكساسيون بتاعها، نحطو ثقب، معناها 20 مليمتر. ويكون داخل 20 مليمتر. هذا الثقب الأول نرجع كيف كيف، نعملو نفس التكنيك لنا. هذم اللي هما باش يثبتونا السونتر نتاع الاسطوانة، مش كيف تدور في السونتر. من هاي باش نوريكم او الشكل اللي عندنا توا. انا عندنا اسطوانة فيها ثقب، منا نجمو نعملو شونفرا منا كيف تدخل، تبدأ سهلة. نجمو نعملو شونفران زادا منا، شونفران منا، شونفران منا، مليمتر يكفي. بلت عنا اسطوانة في الشكل هذا. طب باش نعملو الحرف معناها اللي هو في القطعة، باش نجيو ناخده البلان هذا مثال، باش نعملو فيه سكتش. جيو نعملو بروجيكسيون، نجيو في السنتر لهنا. باش ناخدو القطر متاع الحبة 25 مليمتر. فينيش، باش ناخدو هذه الاكس اللي باش تدور عليه. خليني نعملو فيزيبل الاكس ده، لكن احنا مانيش باش نعملوها ماتيير، باش نعملوها حرف. باش نحفرو في
نعمله حرف بنصف بنصف قطر الحبة معناها. هذه القطعة اللي عندنا توا فيتشر هذا باش نكرره، باش نختاروا اتجاه طبعا، باش نعملو 25 مليمتر، باش ناخذ نفس الاتجاه مرة أخرى لكن في الاتجاه المعاكس 25 مليمتر. نكرروا العملية أكثر ما يمكن، قولوا مثلا 8، لا 8 غير كافي، حطوا 9، 9 به، 9 منا و9 منا. أوكي، دونك تحصلنا تقريبا على الشكل هذا. قطعة بالشكل هذا نجم لهنا، بما اني زيرو نجم نرجع ونعمل حاجة اخرى باش نخلو هامش. نجم نعمل خلو مليمتر، نعمل 26 مليمتر و26 مليمتر. ستة وعشرين مليمتر، 26 مليمتر تقريبا تخلينا 1 مليمتر في الوسط بينه. هكا ديزاين خير واكثر ستابيليتي معناه. تو نجيو لهنا باش نعملو القبة متاع التثبيت، نعملو بروجيكت لنا، نجيو نحطو قلوب الشد باربع فيسات سيس مثلا، تويت قلقش ويت باش نحطو ديستانس من السونتر، نحطو 22 مثلا حتى 20 مقلقش. حتى 18 بيه، 18 بيه. باش نجيو لهذي كرروها على الأكس هذايا 4 مرات، هنا باش تكون مثبتة بأربعة بولونات ولا 4 براغي. داخلين 20 ما يقلقش. نجيو نعملو لنا الثريد، نكرر نفس العملية للجهة الأخرى. تقريبا هذه القطعة اللي عندنا، القطعة الأولى نجيبو قطعة ثانية كيفها، ولا عندنا زوز قطع يلزمهم يدخلوا بعضهم طونجونت باش نتأكدوا لي لو دو بلون في نفس الواحد. نجي نعمل فايس لنا هذه قبل ما نعمل فيس، هذه باش نعملها جراوند، جراوندد سي ديجا جراوندد ما تحركش، نعمل هذه
زيرو في نفس الاتجاه. بعد باش ناخذ البلان هذا اللي هو اكس اكس واي اكس واي، نعملهم مع بعضهم باش يكونوا يبدو العشرة مليمتر. معناها لهنا باش يكون عندنا تقريبا صفر. حصلنا توا على الشكل هذي، اثنين اسطوانات واللي في الوسط بيناتهم اللي هو قطر الحبة بتاع الوحدة، يعني هو تقريبا كما هذا. طيب باش نصنع القطعة الثانية اللي هي باش تكون مصنوعة بارتو مثالش، باش تكون نصنع منها 4 كعبات. باش نمشي للطول نبدلو من الانش للمليمتر كيلوغرام. اوكي نعمل بروجيكت الفاس هذه باش نختار أقرب قيمة للعملية لنا 46 50 جي بي فينيش. باش نعمل اكسترود ميقلقش سنتي ما يقلقش. اوكي باش نعاود سكتش اخر، نعمل بروجيكت هذي فينيش اكسترود ما في الاتجاه الاخر. قلنا 10 و20 في النقبة دونك 30، احنا نعملو 28. اوكي نجيو نعمل شفرة لهنا 2 مليمتر. بعد نجمو نعملو شفرة اخر روندي 2 مليمتر ما يقلقش. بعد باش نجيو نعملو لهنا لاكس اللي هو باش يخرج يركب في رولمون. نجمو نعملو بروجيكت باش نمشي للرولمون نقيس انسبكت 15 مليمتر، معناها لاكس اللي باش يركب في رولمون 15 مليمتر. طب باش ناخذ نعم 15 مليمتر فينيش ونخرج بيه توا مسافة معينة ما يقلقش، نخرج بيه مثلا 5 سنتي وبعد تو نقرروا 5 سنتي حتى أكثر، نخرج حتى 8.
طبعا لان باش ما نعملوش كونسنتراسيون دي كونترانت نجمو نكسرو لونج للزاوية هذه حتى بخمسة مليمتر. النيش إذن مش نعمل نفس الماتيريال هذه مش حطها لنا لكن مش نعملوها مثلا بالأحمر. بجي نفس القطعة هذه مفسخ فيزيبيليتي بتاع البلان هذاك. بجي لهذه الورك بلان باش نفسخوه نحو الفيزيبيليتي فينيش. باهي هذه القطعة نتاعنا نحولها لادابتيف يعني تقريبا القطعة نتاعنا باش تكون هكا. القطعة هذه باش نجبدو منها 4 كعبات نحاول نحافظ على نفس اللون. تو باش نثبتوها في بلاصتها عنا هذا وهذا باش يكون زيرو. اوكي هذا اوكي هذا زيرو اوكي. بعد مش نحاول نثبت هذا وهذا اوكي ونثبت هذا مع هذا اوكي. نجبد هذا من هنا باش نحاول نثبت هذه تكون تطبع مع هذه. توا تقريبا طابعين لكن هذه دور وهذه كفيكس دونك لازمني سنتر نعمل سنتراج لبلاصة البولونات. باش نعمل ثقب هذا ما ثقب هذا زيرو اوكي. نفس الشيء للثاني هذا مع هذا اوكي. باش نظفوا لي بلان هذوك باش تبدا الرؤية واضحة. هذا
هذا هو الشكل اللي عنه. باش نسجل كل شيء. فيو باش نحيو الجراوند، باش نخدم على البلان تاع الجراوند. جيل ديزاين نختار البلان هذا، فوق بهذا مليمتر. ايوا نجمو نعملو تكنيك اخرى نحنا. هيك كله راوند هيد. نحطه لنا. البلون هذا باش نختار الطول نتاعو 12 14 16 20. هو نحنا عندنا سنتي وزوز سنتي، معناها عندنا 30 لداخل 20 حتى 25 كي تعدى. نعملو الأربع بلونات غاديكا باش نعاودو نفس العملية هكا. ما عديتهاش، باهي مش مشكلة. وهذا نرجع نعاود البلونات لنا نفسخو هذا. تولى عنا ميكانيزم قطعتين زوز اسطوانات فيهم الجروح هذوكم، ومشدودين بالسيبور القطعة هذه، ومشدودة بالأربع بولونات من كل شيء. يعني عنا 8 بولونات وثمانية بولونات، 16 بولون. طيب باش نجيب الرولمون هذايا نحطو لنا. نحط هذا وهذا هكا. باش ناخذ أربع رولمونات بيرينج، معناها رولمون ودحرجات هنا.
هي توا باش نحط رول مونت الكل في نفس البلان. هذه وهذه يكونوا في نفس البلان. هذه يكونوا في نفس البلان. اوكي، قداش باش تبعد هذه على هذه؟ خلينا نشوفوها تقريبا. بون، حتى هيك ما يخيبش. حطو يصير هذي تبعد على هذي 20، ما يمسير تبعد 20. نكرر نفس العملية. هذي مع هذي 20. نجم هذوما الأربعة. نبدلو لهم اللون متاعهم، نعملو مثلا أزرق. نجيو توا لهنا، نبدلو هذا، ندورهم هكا، باهي هذا لازمنا نتخلصو منو الموضوع هذايا. تي ان تي دو لازم يكونو مربوطين ببعضهم في نفس البلان. إجريك زيد مع البرومت هذا إجريك إكس إجريك زيرو. يبدو أنه لن نصادف نبدو في المشاكل. مشكل، نحطو هذا، هذا يبدو على بعضهم. إذا كان باش يمسخ في بعضهم ماهيش باش تنجح العملية. نحطو بيناتهم يكونوا متوازيين. نحب نعمل انسبكت، نشوف المسافة بيناتهم من لنا قداش. تسعة وثلاثين تقريبا، أربعين تقريبا، أربعين ثلاثين.
بيه هذه نهاية ال نشوف قداش عنا نسجلو 30 دقيقة. بيه هذه نهاية الجزء الأول وبعدنا نعمل الجزء الثاني.